بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح ان شاء الله تاج جديد من تاجات ال HTML5. تاج اسمه Progress. التاج ده ليه اتنين اتريبيوت بس. اول اتريبيوت الفاليو بندخل فيه رقم، تاني اتريبيوت الماكس ده برضو بندخل فيه رقم. طيب البروجرس ده بيعمل ايه؟ هو معروف اللي هو البروجرس بار، هتشوفوا شكله دلوقتي. الفاليو مثلا انا هدخل فيه 50 والماكس هخليه 100. لو جينا نجرب لاحظين هو ده شكل البروجرس. البروجرس بار ده كله بيمثل 100. احنا قلنا الفاليو بتاعته 50 يعني النص بالظبط. طيب احنا ممكن هنا نقول له 120 وهنا نقول له 60. نص 120 60 برضو هيبقى في النص بالظبط. لاحظين في النص بالظبط. طيب لو هنا 100 عادي ممكن نقول له 90، نقول له 100 بالشكل ده، نقول له 0. هو ده البروجرس بار. ممكن نقول له 1، اي عدد بقى احنا عايزينه طالما ما تخطاش الماكس.